مشكلة الكهرباء هي معضلة كبيرة في العراق. على مر السنين لم تجد الحكومات المتعاقبة أي حل، وحتى وإن كانت هناك بعض الحكومات التي وجدت حل من خلال التعاقد مع شركات عالمية منها سيمنز الألمانية، إلا أن هذا العقد لم يرى النور بسبب الخلافات السياسية وبسبب أيادي لا نعرف الغاية منها. أولا انقطاع مستمر، يعني تتعدى سنة علينا، سنة كاملة ثلاث أشهر، يعني ذروة الحرارة، تشوف الانقطاع مستمر، يعني 6 ساعات مقابل ساعة. هاي بالعراق عامة وخصوص النجف. النجف مظلومة ومنكوبة من ناحية القطع المبرمج والحصة اللي 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 تطلقها الحكومة المركزية أو وزارة الكهرباء. خويا بالنسبة للكهرباء، الكهرباء شغلتها تعبانة هنا. ليك ماكو لاكو واحد مسؤول عليها واحد يتدخل ويحكي، لا بالمحافظة لا بالناحية لا بالبرلمان، كل شيء ماكو. الله وكيلك أنا عد البارحة جهال قاموا يبكون، كهرباء ماكو، كفيلك الله ورسول العدة والأمور زينة، يجيب له مولدة مال شارع، يعني بشارع يخليه غير المولدة مال الاشتراك، والماء عد أيضا إلى الله. المشكلة يعني ماكو حلول جدية يعني من الحكومة المحلية والحكومة المركزية بهذا الخصوص، ونتمنى ان شاء الله ان يجدون حلول افضل، يعني كما في هسه باوروبا استخدموا الطاقه البديله، يعني بدل ما استخدموا المحولات الغاز الموجوده المعروفه شو اسمها على مستوى الشرق الاوسط، استخدموا الطاقه الشمسيه بتحويل الطاقه الحراريه الشمسيه للطاقه الكهربائيه، ووفروا يعني هواي يعني من مصادر الطاقه باستخدام الطاقه الشمسيه.